يجب على كل صاحب مظلمة رفعت إلى مقام المحاكم السعودية عموما أن يجعل مخافة الله نصب عينيه، وأن يرى أن الدنيا زائلة والباقي وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن من حفظ مال أخيه وسعى في الإنصاف والعدالة أن له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وكثرة الإشكالات والمرافعات في ما لا طائل تحتها أو ظلما أو عدوانا هذا إثمه كبير جدا، نسأل الله العفو والعافية. فمن أقام دعوة كاذبة وهو يعلم أنها كاذبة فإن إثمه عند الله عظيم، وبالتالي قد يكسب هذه القضية أو ينال من خصمه بأي طريقة تكون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبهنا بهذا وقال أني لا أحكم لبعضكم وإن كان غير مقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد أقضي لأحدكم في دعوة وهو غير محق فما حكمت له إلا بقطعة من جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا وعد شديد وعظيم يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عند هذا الأمر، فلا يطلب من أخيه المسلم إلا حقا ظاهرا. وأنا على يقين أن القضايا التي فيها صحة في الدعوة وفيها دلائل قوية واضحة أن الله سبحانه وتعالى ييسرها وأن القضاء يستعجل، أن أي قضية تكون عادلة وصاحبها صاحب حق أن الله ييسرها ويسدد المدعي للوصول إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وترى أن الظالم يأتي وهو خانس وهو أيضا خجلان، مهما كانت الظروف ومهما تعالى فقلبه ينبض وضميره يؤنب، هذا إذا كان فيه إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فوق ذلك أرجو أن يتجنب كل المتداعيين العظمة، فلا يشعر الآخر فلا يشعر أحدهما بالعظمة على الآخر أو بقوة الحجة أو بقدرة السلطان أو أيضا بالإمكانات أو غيرها مما كان من وسائل التغلب على الخصم. يجب أن يخاف الله وأن يعلم أنه سيأتي إلى الله سبحانه وتعالى، لا تخفى على الله منه خافية. انتبه وإياك أن تقدم على الله وهو خصم لك، وبالتالي إذا وقفت عند حدود الله ستنال خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة، وسيبارك الله لك في حلالك وفي أولادك وفي صحتك. وإن الدنيا كلها وإن كانت فيها مغالب وفيها شيئا من الغيرة وشيئا من الاندفاع، لكن الإيمان يقيد كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيده فلا يتجاوز، بل إن يفضل على الإنسان أن يلقى الله وهو مظلوم لا ظالم، وأن يكون هو الطالب عند الله لا المطلوب. هذه نبذة بسيطة حول هذا الأمر للتوعية، وأنا لست من أحسن الناس بل أنا المقصر وأنا المحتاج للنصيحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يأخذ بأيدي المسلمين إلى الحق، وأن يرزقنا وإياكم نصب العدالة في قلوبنا وفي أموالنا وأحوالنا وأعراضنا وجميع ما يخصنا في هذه الحياة الدنيا، وأن يقبضنا وذمتنا بارية من كل الحقوق. وتعلمون أن الذنوب على أضرب ثلاثة: ذنب وهو الإشراك بالله لا يغفره لأحد، وذنب يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء وهي التقصيرات في حقوق الله، وذنب مبني على المشاحة وهي حقوق العباد. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ليصلي على جنازة فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: عليه درهما. فقال: صلوا عليه فلنصلي حتى يفضى عنه. فأتى أحد الصحابة وتبرع بهذا المبلغ وقضي عنه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا لعظمة الحقوق بين المسلمين ولعظمة الأشياء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وقال: لو كان قضيبا من أراك. كم يزن المسواك يا أخوان؟ لهذا ندعو إلى أن يتق الله كل منا في الآخر، وأن يتق الله كل المتخاصمين في بعضهم، وأن يعلموا أنهم جسم واحد، إذا مرض عضو منه تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو البنيان، بنيان الإسلام. أسأل الله التوفيق للجميع وأن يصد عنا وعنكم باب الفتن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب يا شيخ علي، تسمح لي بس
يعني مثلا انا وفلان من الناس متخاصمين تمام، يعني يجوز ان نروح سوا بسياره واحده للمحكمه عادي ونسولف مع بعض؟ الاسلام حرم القطيعه عموما لاي سبب من الاسباب مهما كان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز اكثر من 3 ايام، هذا يعرض عن اخيه وهذا يعرض عن اخيه وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ولهذا لمست انا في حياتي رجالا كان لهم خصومات في اموال كثيره كبيره ولكنها مبنيه على خلاف تشوبه شبهات، وكان احدهما من خارج المنطقه والاخر ساكن في المنطقه التي كنا فيها، فكان ذلك اذا اتى، وهذا قبل ان توجد الفنادق والشقق المفروشه والسوبر ماركات ولا هذه، ما كان فيه من هذا الاشياء شيء، فكان ياتي الى خصمه فيبات عنده في بيته ويتعشى وينام في بيته، ثم يسرحون على رجلهم الى المحكمه ويتقاضون وياخذون الجلسات عقب الاخرى ويرجعوا معه الى داره يتغدى او يتعشى ثم يرحل الى بلده في بلد اخر. يا سلام. وكان يقول هذا وانا موجود، انا كان زارني هو الخصمين زاروني في مكتبي، وكان يقول هذا احدهما المقيم يقول هذا اخي وهذا صديقي وانا اوده واجله، ولكني لا اريد ان ياخذ شيء ليس له فيضره يوم القيامه، وأردت أن أبرئ ذمتي وأردت أن أبر ذمته بحكم قضائي شرعي عل الله سبحانه وتعالى يوفق القضاة للحق ونرتاح من هذه الإشكالات. فمثل هذه النماذج هي النماذج الصالحة. الخصومة يا أخوان ما يمنع الخصومة تحصل ويصير الإشكالات ويصير بعض الخلافات وإلى آخره، بعض الشبهات تقحم الإنسان في بعض المطالبات، لكن عليك بخلق الإسلام. أد السلام، ابدأ بالسلام، قدم الخدمات لخصمك، سلم عليه، اخدمه، آت له بما يجي، باشر عليه بالماء إذا احتاج، امش في هذا وابتسم له، ولا عليك من هذا، وحقك اللي أنت طالب فيه سيصدر فيه حكما سواء أرضاك أو لم يرضيك. فلو فكر الإنسان تفكير جاد لن يزعل خصما على آخر، طيب خاصة ومن بما رفع للمحاكم الشرعية. طيب هذا من ناحية الشرع، من ناحية الصحة الخصومات يا أخوان تهلك البشر، الصحة هي تهلك الرجال. عرفت رجالا اختصموا على أشياء ما تسوى، أشياء قليلة وتافهة، لكن النفوس أخذت منها ما أخذت، فأخذ هذا يضمر وهذا يضمر حتى أكلتهم الهموم وأصيبوا بالالتهابات وماتوا على أثر السرطان، مما يعانون من الغل والحقد والحسد، وأيضا ممن يشجعونهم من الأقارب والمغرضين بأن يعملوا العمائل ضد أخصامهم، وهذا ما هو بحق. مفروض الإنسان حتى إذا وجد الخصمين قال أنتم غلاة ولا يجب أن تختصمون، والوضع بينكم بسيط، وإن بغيتون حل حليناه، ولا حلوا أنتم أقدر وأعرف، وبالتالي يهون على الإنسان الخصومة والأمر هذا، لأن الإنسان إذا أنساق وراء الخصومات سيتعب نفسه ويهلك ماله ويضيع جهده، ولو حسب حسبة جميلة لنتائج هذه الخصومات لوجد أنه خسرانا وتركها أصلح ولم يحقق شيئا، بل أنه أوجد الضغينة وأوجد الحقد والحسد والتوعد والأشياء، ويعني سوء الخلق بينه وبين خصمها أو بين الأسر بعضها أو بين الأقارب وبعضها، وبالتالي تأتي النتيجة، وإذا هي لا تعادل فرقة يوم أو قهر ساعة أو شتيمة يسمعها أو حقدا يظهر من طرف من الأطراف، أسأل الله يثبتنا وإياكم على الطاعة. آمين. وهذه يعني الحقيقة نبذة بسيطة، والحياة مليئة بالنماذج ومليئة بالخبرات وبالتجارب، أسأل الله يرزقنا وإياكم. جزاك الله خير، شكرا لك شيخ، وشكرا لكم اعذرونا على التقصير اذا قصرنا بشيء، نسال الله التوفيق لاننا لم نكن معدين، الله يطول وانما كانت صدفه لقانا بالحبيب، الله يجزاه خير، اسال الله ان يجعل فيها